من مستشفى الشفا بغزة ينضم إلينا مرة أخرى محمد أبو ناموس مراسل الغد. محمد، ما هو الجديد لديك؟ نعم يارا، الآن نحن في مستشفى الأندونيسي في شمال القطاع، وقبل دقائق من الآن وصل ثلاث جثامين لثلاث شهداء جراء الاستهداف الإسرائيلي الأخير على منطقة تل الذهب غرب بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، جراء الاستهداف الأخير على مجموعة من الشبان. الطواقم الطبية تمكنت من انتشال جثامينهم وإيصالهم إلى مستشفى الأندونيسي في شمال القطاع. لا يوجد إصابات غير هؤلاء الشهداء، ولكن هذه الحادثة ليست الأولى منذ بدء هذا العدوان الإسرائيلي. حتى هذه اللحظة نتحدث عن عدة استهدافات كانت لمواطنين فلسطينيين سلميين في مناطق متفرقة في القطاع، لا سيما أن أربعة من هذه الاستهدافات كانت في شمال القطاع، وبهذا يرتفع عدد الشهداء إلى 10 شهداء حتى هذه اللحظة منذ فجر هذا اليوم حتى اللحظة، وأكثر من 45 إصابة، هذا عن خسائر الأرواح، ولكن هناك أيضا خسائر مادية جسيمة لحقت بالمنازل المحيطة بكل الاستهدافات والغارات الإسرائيلية التي بدأت منذ مطلع فجر هذا اليوم حتى هذه اللحظة. إذن 10 شهداء وأكثر من 45 إصابة حتى هذه اللحظة. محمد، كيف هي الأجواء في غزة في ظل هذه يعني الأنباء والتوتر وحالة الحذر والترقب الموجودة؟ يعني الحذر والخوف هو سيد الموقف داخل قطاع غزة مع استمرار هذه الغارات الإسرائيلية المستمرة منذ الصباح حتى هذه اللحظة، وأيضا مع استمرار الرشقات الصاروخية من قبل الفصائل الفلسطينية المسلحة باتجاه مستوطنات غلاف غزة. الغارات الإسرائيلية، يعني هذه الغارة الرابعة التي من خلالها يقوم الاحتلال الإسرائيلي باستهداف المواطنين العزل والمدنيين أيضا. استمرار هذا الاستهداف من شأنه أيضا أن يزيد الرعب والقلق والحذر في صفوف المواطنين في قطاع غزة، لا سيما وأن في كل استهداف يكون هناك ارتقاء للشهداء. حادثة من هذه الحوادث كانت تتحدث عن استهداف لشابين على دراجة نارية وأخرى لثلاث شباب كانوا في إحدى الشوارع، وهذا الاستهداف أيضا لمجموعة من الشباب. هناك تجمع في محمد وراءك الذهب، هل يعني تصف لنا ما الذي يحدث؟ هذا التجمع الآن الذي نراه هو لعوائل الشهداء الذين وصلوا قبل قليل إلى مستشفى الأندونيسي، وهذا يزيد ويؤكد ما كنا نتحدث به من حالة الخوف والرعب وأيضا الترقب وأيضا الصدمة في كل لحظة استهداف. الجميع يتوقع بأن المستهدف يمكن أن يكون من عائلته، وهذا مع استمرار استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين حتى وهم في الشوارع العامة وأيضا في الميادين العامة. حتى هذه اللحظة لا يوجد أشياء واضحة في طبيعة الاستهدافات الإسرائيلية. تحدثنا منذ صباح اليوم عن استهداف مواقع تتبع الفصائل الفلسطينية ونقاط رصد، الآن نتحدث عن استهداف لمجموعة من المدنيين، والأمر الذي رفع حصيلة الشهداء منذ محمد الصباح حتى هذه المدارس اللحظة إلى 10 شهداء. الغد في ظل حالة الذعر والترقب الموجودة، هل هناك إغلاق للمدارس والمؤسسات الرسمية أم ماذا؟ يعني يارا، حتى هذه اللحظة ليس المدارس فقط، إنما نتحدث عن المقار الحكومية، المؤسسات الرسمية، وأيضا سلطة النقد الفلسطينية أعلنت منذ صباح هذا اليوم بأن هناك تعليق للدوام بشكل كامل، وقبل قليل كان هناك تجديد لهذا التعليق أنه سيكون أيضا مستمر لصباح يوم الغد حتى تتضح ماهية الأمور وكيف يمكن أن تؤول إليه الأمور مع استمرار هذا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. ولكن الإعلام الحكومي الناس في الشارع غزة محمد والمراقبون، كل الوزارات هي في تعليق عن مهامها باستثناء وزارة الصحة التي أعلنت الاستنفار في صفوفها وأيضا جهزيتها التامة. نعم محمد، لهذا العدوان الناس في الشارع ماذا يرجحون بالنسبة للرد؟ هل يرجحون فكرة
كيفية الرد المحدود، أم أنهم يرون بأن اليوم غزة على هوية الحرب؟ يعني الناس في الشارع حتى هذه اللحظة هم في حيرة من أمرهم مع استمرار الرشقات الصاروخية ومع استمرار الغارات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة. لا يوجد حتى هذه اللحظة أي شيء يبشر بأن يمكن أن تعود التهدئة إلى قطاع غزة وأن يكون هناك هدنة ما بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي. كل التصريحات من الفصائل الفلسطينية وأيضا من الاحتلال الإسرائيلي، الجميع يتوعد باستمرار الضربات واستمرار أيضا القصف. يعني مثلا حركة حماس قالت بأن إذا ما استمر الاحتلال الإسرائيلي بعدوانه واستهدافه في قطاع غزة سيكون لها كلمة وسيكون لها رد على هذا الاستهداف. أيضا حركة الجهاد الإسلامي وعلى لسان الناطق باسم بسرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد قال بأننا لن نقف مكتوفي الأيدي وسيكون لنا كلمة أيضا وسنرد بشكل كبير على استهداف واغتيال أبو العطاء الذي استمر حتى هذه اللحظة باستهدافات عدة داخل قطاع غزة. وأيضا قال بيان سرايا القدس بأن الرد لن يكون له حدود، وهذه الكلمة ربما تضع تحت الكثير من علامات التعجب لا سيما يعني إذا كان الرد لن يكون له حدود، وبالتالي احتمالية الحرب هي احتمالية موجودة وبقوة. الوضع في غزة اليوم اقتصاديا على المستوى السياسي والاقتصادي والإنساني في ظل كل هذه المعوقات والحصار، هل يتحمل حربا أخرى؟ يعني يارا لنتحدث بأكثر صراحة، في قطاع غزة الناس ضاقت درعا من الحصار الإسرائيلي الذي استمر منذ أكثر من 12 عام، ضاقت درعا من أوضاع إنسانية واقتصادية جدا صعبة، ولكن بالمقابل طبيعة الأهالي في قطاع غزة لا يقبلوا أيضا أن يستمر هذا العدوان الإسرائيلي وأن يقفوا مكتوفي الأيدي. اليوم لاحظنا أثناء تشييع جثمان الشهيد بهاء أبو العطا كان هناك مطالبات من الشارع الفلسطيني بضرورة الرد على هذا الاستهداف الإسرائيلي وهذه العملية، عملية الاغتيال له ولزوجته. كل الأمور الإنسانية والاقتصادية الصعبة والمتهالكة داخل قطاع غزة وهذا الحصار وهذا التجديد من قبل الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والصادرات والواردات إلى قطاع غزة لم ينساها الفلسطينيون في هذا اليوم، ولكن أيضا لم ينسوا أن يطالبوا بضرورة الرد. ولكن حتى هذه اللحظة وإن كان هناك ردود بدأت منذ اللحظة الأولى على الاغتيال حتى هذه اللحظة، إلا أن الجميع يتوقع في قطاع غزة أن يكون هناك ردود أكبر مع استمرار هذا العدوان الإسرائيلي. طيب ماذا عن الوساطة الدولية؟ وصلوا الآن إلى ماذا عن الأندونيسي يؤكد بأن الاحتلال سيستمر نعم في هذا الاستهداف. ماذا عن وساطة مصر ووساطة الأمم المتحدة لتهدئة الأوضاع؟ يعني ربما هذا نقرأه من خلال تصريحات الفصائل الفلسطينية. هناك وسطات بدأت منذ صباح اليوم، وسطات مصرية أممية إقليمية ودولية، ولكن حتى هذه اللحظة لا يوجد شيء على أرض الواقع يمكن أن يبنى عليه بأن يمكن التوصل إلى تهدئة أو ما شابه في الساعات القادمة. وأيضا هذا ما تحدثت به حركة الجهاد الإسلامي على لسان القيادة فيها السيد خالد البطش عندما قال من المبكر الحديث عن أي وساطات وأي اتصالات للجوء إلى التهدئة وهدنة بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي. وقال أيضا بأن يجب أن نرد على حادثة الاغتيال هذه، ومن نعم ثم محمد. يمكن التفكير في التهدئة والدخول إلى هدنة من جديد مع الاحتلال الإسرائيلي. شكرا جزيلا لك محمد أبو ناموس مراسلنا من غزة.